فرؤيته لم تكن كرؤية أي إنسان ولا أي بشر ولا أي مخلوق على وجه الأرض، لأن الذي تولى تربيته هو المولى عز وجل. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه في سن 6 من عمره، ومات جده الذي تولى تربيته في 16 من عمره، يعني تربى يتيما. ولذلك كان هدف، لأن الذي تولى أمره هو المولى عز وجل، يعني بيموت أبوه وهو في بطن أمه، ده أصعب حاجة، وذاق مرارة اليوم لم يذق أحد على وجه الأرض مثل ما ذاقه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرى أبي في ريعان شبابه، ماتت أمه في ريعان شبابه، مات جده الذي تولى تربيته. وحينما قبر الحبيب وتولى مسؤولية الرسالة مات عمه، فربته امرأة عمه، فالحبيب ذاق مرارة اليتم لم يذقها أحد على وجه الأرض. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أنا بشر. ده هو بيقول على نفسه أنا بشر، بس هو مش بشر عادي كسائر البشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. المشرق بنوره في كل مكان، نحمده بالقلب قبل اللسان، ونعوذ بنور وجهه من فتنة المال والجاه والسلطان. سجد له كل شيء، والشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتمم لكل الشرائع والأديان، الساقي لأمته يوم القيامة إذا نصب الميزان. فصلوا عليه فإن صلاتكم من الله أمن وأمان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه بعث بمبعث سيدنا إبراهيم، لأن القرآن الكريم قال ربنا، سيدنا إبراهيم بيقول في القرآن الكريم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يقصد مين؟ بيقصد سيدنا النبي. شوف سيدنا إبراهيم أول نبي يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ده سيدنا إبراهيم. سيدنا عيسى قال في التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآية القرآنية دي ذكرت في الإنجيل وذكرت في القرآن، يعني شوف سيدنا النبي، كل نبي بيجي بيبشر أمته بإن في سيدنا محمد جاي بعدي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ده سيدنا إبراهيم. سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جاء رجل يهودي إلى الإمام علي فقال له أنا عايزك تعد لي أخلاق محمد. وطالما قال أخلاق محمد يبقى هذا الرجل يهودي، ويهودي متعصب، بيكلم مين؟ الإمام علي. بس الإمام علي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها،
فسيدنا علي هو الباب بتاع مدينة العلم. هذا رجل يقول للإمام علي أنا عايزك تعد لي أخلاق محمد. أنت بتقول إن سيدنا محمد سيدنا محمد وبتذكرنا سيدنا محمد وأخلاق سيدنا محمد وربنا اللي أكبر وربنا اللي علم، طب ما أنا أعدهم لي كده براحة كده وريني أخلاق سيدنا محمد اللي أنتوا بتقولوا عليه. فراح سيدنا علي رد له السؤال بسؤال، قال له أنا أعد لك أخلاق محمد؟ قال له آه. قال له طب أنت أعد لي متاع الدنيا. الإمام علي في القرآن الكريم قل متاع الدنيا قليل، أنت مش عارف تعد القليل. أما قال عن سيدنا محمد وإن نزل على خلق عظيم، فكيف أعد لك القليل وأنت مش عارف تعد القليل وأنا أعد لك العظيم؟ يبقى أنت مش عارف تعد حاجات بسيطة، إزاي أنا هعد لك العظيم؟ ده ربنا قال وإن نزل على خلق عظيم. فعجز هذا الرجل وما عرفش يرد على الإمام علي لأن جاب له دليل، كيف أعد لك القليل وانت مش عارف تحد العظيم؟ يعني انا اعد لك حاجه قليله وانت مش عارف تحد حاجه عظيمه؟ لا، قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى اما قال عن محمد وانك لعلى خلق عظيم. فرسول الله لم يكن بشرا عاديا كما قلنا كسائر البشر، لا، رسول الله بميلاده تغير الكون، أخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فبميلاده تغير كل ما في الكون، لأن كان قبل الإسلام ظلم في كل شيء، وبميلاده تغير الظلم إلى نور. رسول الله كان سهلا لينا، علم أمته كيف يكون الإنسان رحيما بالإنسان. حينما جاءه أُحد ووضع القاذورات أمام بيته، القاذورات وضعها جنب مين؟ جنب سيدنا النبي. لما يخرج لصلاة الفجر سيدنا النبي يحفظ على هذه القاذورات، فلم يكن طاهرا ليصلي الفجر، وكان على عهده ما فيش نور ولا في شيء، كان سيدنا الدين يعني كانوا بيطلعوا على الشمع على القلوبات، او كان سيدنا النبي هو نفسه كان نور يمشي عليه. فقعد ثلاث ايام سيدنا النبي ما لقيش هذه الامان، كان كل يوم هذا الرجل يوضع القاذورات قدام بيت سيدنا النبي كل يوم. فجاء في ليله من الليالي سيدنا النبي ما لقيش هذه الامان، فبيسال عليه لقيه مريض. فالرسول عليه الصلاة والسلام راح يزوره في البيت. أين الموحدون بالله؟ شوف، علم كان مدرسة علم أصحابه عليها وترك لنا أثر لكي نستفيد من هذه المدرسة. فحينما ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم ليزور هذا الرجل اليهودي، فقال له هذا الرجل أنا أضع لك القاذورات وأنت تسأل علي وأنا مريض، في أي دين هذا؟ قال له في دين الإسلام. فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مش راح يقول له إيه اللي بتعمله، ما راح يروح يقول له إيه الحاجات اللي بتحطها قدام البيت. مش عايزين نتكلم إن إحنا نقول يعني في عهدنا ان الواحد مش حامل واحد، مش حامل جاره، مش حامل اخوه. تعالوا نتعظ ونشوف سيدنا النبي كان بيعمل ايه ونعمل زيه، لان الجنه مش سهله يا اخوانا، مش اي واحد خلاص هو راح صلى وراح يتعبد يدخل الجنه، لا، ده انت تشوف سيدنا النبي كان بيعمل ايه. استحاله ان احنا اللي بيعمله سيدنا النبي احنا هنعمله، بس احنا عايزين نستفاد ونتعظ كان يعمل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بأمته، كان رحيما على الفقراء، كان رحيما ولو على المشركين، يعني كانوا يقبلوهم بالأذى يقبلهم بالإحسان حتى كفار قريش.
خرج من مكة إلى المدينة وأهل الطائف استقبلوه بالحجارة، نزل له ملك الرياح، نزل له ملك الجبال، وأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين. بعد العذاب اللي شافه سيدنا النبي، فقال له: لا، ولكن لعل من يخرج من أصحابهم من يقول لا إله إلا الله. فكان بيقابل السيئة بالحسنة. فعايزين نصطلح مع بعض ونشوف إيه اللي كان بيعمله سيدنا النبي. إحنا زي ما قلنا الاستحالة اللي بيعمله سيدنا النبي إحنا هنعمله، لأن ده برضه مهما كان سيدنا النبي. بس ناخد نبذات مختصرة ونقلد سيدنا النبي ولو في حاجات بسيطة.